رز او نوع رز بالليمون طعمه خطير. معايا 4 كوبايات رز بسمتي مغسول ومنقوع في ميه مغليه لمده 10 دقائق لربع ساعه، وبعد كده بصفيه. تمام. انا ليه بستخدم رز بسمتي؟ بحسه بيليق قوي مع شيش طاووق، لكن ممكن نعمل نفس الخطوات بنفس المقادير بالرز المصري، بس مش هنقع الرز، هتعامل معاه عادي. معلقه كبيره من بشر الليمون، معلقه صغيره من الثوم، وما تستغربوش ان في ثوم في الرز، مش بيبان قوي كثوم، بس مع الليمون بيدوا ميكس حلو قوي قوي. ربع كوبايه عصير ليمون، 3 معالق كبار من الزبده، شرايح ليمون، وشويه زيت، اي نوع زيت يجي قدامك اشتغلي بيه، زيت زيتون، زيت ذره، زيت عباد، ايا كان نوع الزيت هيطلع معايا زي الفل. طب ممكن احط سمنه بدل الزبده؟ اه ممكن احط زبده بس ما احطش زيت، ممكن، بس ندي بس شويه زيت كده للتلميع عندي عشان الرزايه تطلع بتلمع وحلوه. طيب اول حاجه عندي هعمل ايه؟ احط شويه من الزيت. انا عامله كيلو رز، فيمكن هستخدم شويه زيت كتير، مش كتير قوي برضو، بس يعني كتير شويه. طيب هنعمل ايه؟ هحط عندي الثوم، وعايزه اقول لكم الثوم طعمه مش بيبان كثوم، مش بيبقى واضح قوي اهو. تمام جدا. هزود بقى كام مكعب زبده، وهزود شويه من بشر الليمون، وبشر الليمون انا هقسمه نصين، نص عندي هشوحه مع الثوم بس كده. عايزه اقول لكم بقى طعم الثوم مع الليمون بيبقى روعه، بتبقى حكايه، وريحه الرز دي هي ظهرت عندي هي دلوقتي، بتبقى مفحفح كده وخطيره. ممكن نزود ايه بقى؟ انا هزود شويه ملح، حبه ملح، حبه فلفل اسود مش كتير. ممكن نزود شبت، يبقى مثلا رز بالشبت والليمون. ممكن نزود ايه تاني؟ ممكن نزود بقدونس، زعتر، اللي انتوا حابينه. الرز عندي زي ما بنقول دايما وبعد لكم، لو الرز البسمتي انا نقعته وصفيته، يبقى انا بحط لكل كوبايه رز بسمتي كوبايه من الميه المغليه، او مرقه طبعا لو عندي شويه مرقه ممكن احط مرقه عادي. اه ريحه بقى بشر الليمون طالعه دلوقتي حكايه، مع الزبده والثوم مفيش حلاوه بعد كده. اتاكد بس ان الرز متصفي الميه منه كويس بس كده. الثوم عندي مع بشر الليمون اتشوحه، واروح نازله بالرز اهو، ونظبط بقى الملح. انا عندي مثلا هنا 4 كوبايات من الرز، حط 3 معالق من الملح. تمام كده. الله على الريحه، ريحه حلوه قوي قوي قوي، مش يعني مش بتك عليه قوي في التشويح، بقلب حبه كده لحد ما احس ان الرزايه لمعت، مش مده طويله، مش زي الرز المصري مثلا. شايفين اهي الطاسه ابتدت او الحله ابتدت تشكشك مظبوط، فالموضوع بالنسبه لي كده داخل في ايه؟ في ان انا اضيف بقى الميه مع عصير الليمون. هزود الميه المغليه اهو، واعمل حساب عصير الليمون، بحط كده عصير الليمون ونشوف نقلب. هل محتاجه ازود ميه تاني؟ اه محتاجين ميه تاني، مش كتير، انا ما بقستي بس انا بالنظر كده بشوف محتاج ولا مش محتاج. بصوا بقى اللون، الزبده مع الليمون مع شويه الثوم اللي اتحمر، الحمد لله شويه حتى الثوم اللي هم غمقوا شويه مش باينين قوي بس كده. واروح عامله ايه؟ عندي بشر الليمون احطه في الاخر قبل ما اقفل على طول، بس احط كام شريحه ليمون، والرز عندي بيستوي ومش هتمرر ما تخافوش، كام واحده كده بس خلاص. ونروح عاملين ايه؟ تقليبه، نعمل كده ونغطيها ونسيبها بقى على النار لحد ما تستوي. بتاخد وقت قد ايه؟ يعني ربع ساعه ان شاء الله، تلت ساعه بالكتير قوي يكون جاهز. عايزه اقول لكم ان الرز استوى، هدوق كده حته صغننه، استوى ليمون وزبده. بعد ما يستوي بقى بروح عامله ايه؟ واخده كام مكعب زبده كده يسيحوا في حراره الرز او في البخار بتاع الرز. والخطوه دي اعملوها في اي نوع رز انتوا بتعملوه، بيدي طعم حكايه. الزبده بتبقى واضحه جدا غير لما انا بحطها في الاول لما بتتحمر، فخدوا بالكم الخطوه دي خطيره. واروح حاطه بشر الليمون كده يسيح مع الزبده، واروح قافله وقفل النار خلاص، انا مش محتاج مني حاجه تانية خالص اهو. طيب بصوا بقى البشر الليمون مع الزبده اللي حطناهم في الاخر هيخلوا الريحه مفحفحه، فهتبقى احلى مره ان شاء الله عملتوا فيها وصفه الرز الحلوه دي. انا مش بشيل شرايح الليمون، لو عايزين تشيلوها شيلوها، بس انا بصراحه بسيبها
فده طبعا يرجع ليكم حسب ذوقكم.